قفك مركو هبين كي سيحضو وراح حديث أوقاته وحاقوه ريو أنه لشي ستصبحي قاكوب الله بيا وإنه إلهي سبحانه وتعالى أقوته وكعابده صلاة دا فرد كأه إلا بدر رقعه وإنه أصوكعه قفك مرك إلهي وافتش إنه سوي سقاته بيتك إلهي ماذا جماعة كسو قيب قاله طوام بشاره والنبي قال الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم لقيسو البشارة الأولى وحويان نبي قوحير عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله صلاة دان صبح قفك تكده أو إلى عليا قفك سوح وكس غيه إلهي حفظ قيسا إيا ضمان قيسا إيا إلى لنتيسا أيها استع وقف سوقاتي ساكي أمان حق إلهي كسوقاتي الإمام مسلم أي حديث كسوصار بشارة اللبات النبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم وحويان وحي السبب أطهي صلاة دان صبحي قال إلى عليه إن قفك إلهي عذاب كيس أكبت باده أو النار تقلي وحو النبي قال عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نار تمجل هيو قفت كدي قرحض انت اين صبح وصلاة الصبح يا انت اين دعين وصلاة عصرك قف كاس النار قلي مهي بشارة صدحادي وحويان وحي السبب اطهي صلاة دان وآد الى لسا اين السبب كوغن نقطة جنة الهي اين اقشت وحو النبي قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة بخاري مسلم باص وصعب لبدا اسقفك يتكدا بردين كأه جنة قليا والصبح قي عصر بشارة أفراد النبي قال شيئا وحويا صلى الله عليه وسلم إن ملائكته أي صو حاضرته وحو النبي قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وحايس لكن عربنا يؤسب بدلها يدحذينا ملائكة همينك كقرا يكوى مالنتي ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وحين كل ما نؤسدفا دافان صلاة الصبح هي صلاة عصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم كوي حالي دحذينا كوهي دي او كبر ييبا كرؤ نقنا هيا وحق إلهي الله بنيا فيسألهم وهو أعلم بهم إلهي وسؤال يا أصدقوا كأغال بضن وحو كأغال بضن يا هيبا إلهي سؤال يا كيف تركتم عبادي أضوم مضي دي سيئوغا صوتكتين بل حالة دولة كورم فرقاسي وحي لين أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وحاكا صوتكنا أيوغو توكان إياه وحانا أتكنا أيوغو توكان إياه لبدا حلي أياه لبدا حلي أو صلاة هاسي كبيغن يهين أي ملائكتو إصلاف إياه كوي يماذا وحي أو إمانا يان أيوغو توكان إياه كوي تغانا وحي كتغي يان أيوغو توكان إياه بشارة الشنات النبي قل شيئا وحويان صلى الله عليه وآله وسلم صلاة دان قفك إلاليه وبيتك إلهي كو إلاليه وحلوك لي نور هي افتين تام او دم ميستر المالنت قيامها او وح نور هيست ايريه وحو النبي قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة وحاذو قب شاريسا ذاتك مقدق صعونا يوم مساجد او صعونا هيا ما لنت قيامها إن لسينا النور دم ميسترا أو تاما وقب بشارة بشارة اللحاد يا صلاة دان أي ليه ذهي وحويان قفك عشها جماعة كتكذا صبحينا جماعة ذي ذا إلالية وحالو قرى قيام الليلة هبين كوردن إنو تاقنا وحال نبي قيري عليه الصلاة والسلام حديثك في صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل قفك جماعة كتك ذا صلاة عشها وابا سقو هبين كبركي تاقنا
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله قف كي صبحك جماعة كتكذنة وابا استغو حلو لن تكنهي حقيقة ليس بشارة داس عظيم كاه إن انت سو أجر القوقر حلو لن تاقنيت لبس صلاة دوت وأكو إلى لسي جماعة سببتو بشارة تضبادي وحويان والنبي الشيخ صلى الله عليه وسلم حديث وحويان قفك صلاة دان إلى عليا وحكبت بادي يا منافق نمو منافق نمو ذا يكبت بادي وحو النبي قير إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر منافقين توحى أقعوا الصلاة ذا وصلاة عشاء هي صلاة الصبح قوية ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا هدي أغان لها يوم وحاكس أغان لبدا صلادات وفضيلة إيا بشارة وينه أجر أه وإيمان لها يوم أيغو عريامين وسعون ويوضوضا كس قيابا الله كدقى هبا أهاتي انت يسوء حمارتان ويسوء قرقرتان بإيمان لها يوم ولذلك ويلي صحابي جليل كعبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وحان استرقنا صحابة هدان هاي صلاة دان وقف كدب دعاؤون انشرين إلا قف منافقة ومنافق نمدي سواي عده مويانة قف كلك ومغنان انشرين صلاة دان ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين وحان هاي بويري قفكو مركو ننسعون كرين ايا لسوك بقر بقليا لبقف ايا سوك بقر بقليا ايا سوك حينيا حتى يقام في الصف الى صفك لسوك تاقو ايا لسوك بقر بقليا ساسا لقو كيناي سيدا اي صحابة او الى لنشرين صلاة دان انينا كم مقنانين اي مروال باي حاضر اهادان السوكو مريضة او انسعون كرين ايا لسوك بقر بقليا مركاسا صفك لسوك تاقيا adigana waxa laga yaaba habeen iyo maalin ba caafimaad lugahaagu caafimaad ku qabaan indhahaagu caafimaad ku qabaan waxa laga baahantaa in lagu kaxiyo in jirin aadaankii shanta salaadood ba aad maqleysid baytka agtaada ku yaalo laga adimahayo qofka loo dhawaaqaya adiga uu yahay inayna ku soo marin baba ina salaadaas fadiilada leh inta leeg ina haadirtid oo ka qayb gashid waa nasiib darro aad iyo aad weyn badan وحيي عبد الله بن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وصلاة العشاء أسأنا به الظن قفك هدان كوين مساجدك صلاة عشاء هي صلاة الصبح هدان وينه ملها أن كملين إن ملحهم بكمل سجر وحن كأمين ترنا نلحن إنه يعني ملها ونلحن بين ترنا خير كما أن ملي سجر قف مسلم اه او قانقار اه او رقع اه او بيتك الهي اذانك مغلى هيا او ان ايمان هين او ان شلا ايمان او ان درات ايمان او ان مانتا ايمانين وحدرن با كملي سجرني معناها قف كاسي خير درا ايا كسو سوت عيادا بالله اري خطروي قف كمسلم كاهي وعيني صلاه داني جماعه او كتكنيا اهتمام لليضا حلقا يابا ميشو شقدا كو هايو كو شقيسنا هايو كو دختكنهاي سوق أيوس كغير دحتو كان هي أفرت كونا مساجد دي بإلهي وحكاني سبحانه وتعالى كوا دي أضف ربنا وضد المسلم بوكنولي ساقو صوب حي عاو الله بار يا أنت صلاة أوتو كذا دكان كيا مقاعد يا جوري يا دربي كوتو كذا عيادا بالله أريق تروي قف كان نوع عاصي وحويان خير در هذا حق إذا أيوسي صعدا قف صار صعدا صار رينا هي معها وقف عذر كقول دعي أسيف فجينا هي وي على خطر نوي marka daba qalbigiisa ilaahay inuu shaambadeeyo oo ilaahay khayr daro ku shaambadeeyo ayuu khatar u yahay wa ina adigu timaada ilmahaagana soo kaxaysa saaka salaadii subxiga ya jamaa'a ku tukaday waxa laga yaabaa intaas oo qof halka fadhida inta ku tukatay inay ka yariyi wax badan inta aan ku tukan hadaan adigii beedka ilaahay aadin ilmahaaga masaajidka aadam ayaa dhigi kartaa هذا تعالى لا ويلكي وعاصي خير ملة هرت مركي وربيتك إلهي ما برت كوجوما وصن عرق بابا أباها ضاعت هاي هذا بيتك إلهي حاضر كوما وصن عرق حاسة وقص بيسامر حاسة وقص بيسا أديك على الربا مركي ويري هاي أو صغير ويري هاي أو صلاة جارو تدوسنا على قبل الله وتوسنا على جامركو مرة هيو إنه أبلا صاحبه مساجدك كل صاحبه
إنه صلاةها آباء كل صاحبه إنه خير كآباء الراعو أيال الربا هذا هل مرنا هذا أمر بل لحتى لك هاي سأوجد على هذا هاي هردها كقصين أودا أنا سو تكنا هاي أديك مي أصدق وكيله أو سو تكنيس سو أصدق صلاة الله جمرة سو أديك سلوك مرة عينه أدوك قوس قوسار المي سل الراعية سو أديك متي المبضن أو النال وآباء الآن أبها أتشوا ونالي وحويان لمشهد يصير نلشي سواء سكوميت وعارج إذا قبنا يرير أو ولا عضي سنة أو سوق يعي سامر كأوفي رسالة وحلا إذا قبنا هاي ندد جوبه كمان على المياه بحاسات أول قاوي هدي أبا غير غير الآن يكون عضي أو أبي وصل غير لي ضمير ون الله هاي أجبنا يصير قريب يصير إنت كسر اللي بيستي أيضا نوع على نوع يرب تقول اللي بيست طريقة يا عيسو wiilkii oo jeegada xiiran oo guriga u hoyanahay kana soo baxahayo salaad la'aan uu yahay aabahaasi aawa masuuliyadiisi ma aha nin sab oo gobnimo ma aha gabadhaani waxay u baahan tahay qof gob ah oo ilaaliye u baahan tahay aaba gob ah u baahan tahay haday weydo waa inay walaal hesha gob ah haday weydo waa inay adeer hesha maxaa adeer la'aan dhigay oo aaba la'aan dhigay oo abti la'aan dhigay oo walaal la'aan dhigay ilmahan yar yar ka ah oo qaangaarada hadda ah oo kulligood wada cadeysin ka ayaa ahaya waxaan wada jeegada xiirtay oo meel ay ku socdaan aan la aqoonin oo habeenkii 6 saac markay tahay 7 saac xaafadaha dhexdooda qeyla dhaantooda laga joogi waayay oo tuuriyeynaya aaba waalidkii dhalay dadkan xagee jiraan waa nool yiin laakiin waa qof muqaalkiisa joogo oo asaga sida kale u maqan weeyo وقف الظاهر كيسية جسد كيسو نولي يعي لكن قلبي كيسو دنتي وي عيادا بالله صحابة وحي أهايين كوى المهو دانا كيانا أيقون أي مادا بيتك إلهي هلقاه لطا خير لي ضحي آدان كمركا مقاشد ميلك لجماعة هلا آدين بيتك كيان صلاة ساسا إلهي كوكو حفظنا هيا وإلهي كوكو بركينا يا حوق يا عافمات كاك إلهي كوكو بركينا فضائش صلاة داني أي لي ضحي وواوي وحا كميدا labada ragco oo ka horeysa subxiga bal nabi maxamed muxuu yiri alayhi salatu wasalam rak'at alfajr khayr min ad-dunya wa ma fiha rak'atani wayan rak'at alfajr khayr min ad-dunya wa ma fiha labada ragco oo subxiga ka horeeya adduunyada iyo dhexdeeda waxa yaala way ka khayr badan yihiin wax alla waxa adduunyada dhexiya loo hanti iyo maal ah waxa wabiyaal yaala waxa aan dabaqayays dul saareyno waxa aan hayno dhan waxa ka khayr badan labada ragco oo ilaahay dartiisa aan u tukaneyno oo subxiga ka horeeya hadii marka sunnadeedii sidaa u fadli badatay maxaad u maleeyneysa waxa weeyaan faradkeedii oo waajibkaana maxaad u maleeyneysa fadilada ay leedahay salaadaani waxa weeyaan ru'yatullah ilaahay subxana wa ta'ala baa qofka laazima oo joogtay ilaahay buu arkaya maalinta qiyaamaha حاكم وين بضل نبي يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إلهي بعد أركيسان ما لنت قيامها ضي حساد أركتان وحل أركت إذا حق إذا لسكجش بهيا ما هن كلا أركي وحل وش بهيا حق أركت إذا ضي حساد أركتان هبين أفريق تبنا هذا شوقة أو قف قف كل عريرين يان لأرك أيات إلهي ما لنت قيامها وأركيسان فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا هذا أودان إن الله إنكَ غالب نقن أو الله إنكَ هرمرين صلاة الصبح جاية عصرك سمايا تحس النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ما دام مؤمنين إلهي أي أمريان أركيان ما لنت قيامها أي النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم والعمل كان عمل جليل ويا إلهي يقول هذا ذاتك الرب إلهي إني قيام أركانو وإلهي أن حريصو رديه سهلانو عمل كان النبي برادوشينا يا صلى الله عليه وسلم فضائشة أي الله ذا صلاة دان وحا كمتا أن المحافظ على صلاة الصبح مع الجماعة من أطيب الناس عيشا قفك صلاة دان صبحك إلالية أو تشوكتي أو جماعة كو إلالية وقفك ذاتك أقول نلالفي عنه وأنشطهم بدنا جسمي أهان مركز اللي يرادنا مالين تعز وقفك أقول نشاطي في الفرعون بدن وأنعمهم قلبا قلبي أهان مركز اللي يرادنا وقفك أقول فرحات بدن أو أقول قلبي قبل ذات كويش نبي قانا يري عليه الصلاة والسلام النبي يقول لي هاي
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. مرك قفك أوصي حضوه أيا الشيطان صدح دبر كحرايا ومضح أم قافية دوشي سوح صار يا عقدوين بكحرايا عقد كنا وقنتمه شيطان كوهبين كي مركا سيحاتيكو استعمال يوي صدح لها الدبر أيوكو قدبر أيام وقنتمها مركا سانبي قيري فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة هادو قفكو هردادي معان كبضنيت كسو قلقشو كسو كعو او إلهي نقول حصو أذكارتي او آخر استمر قفكو سو كعو حركيه يقنتميه اللي قحر مدبا فرانيسا فإن توضأ إن حلت عقدة هادو ويسقى تانا متكلا قوضي فإن صلى إن حلت عقدة هادي صلاة دي صبحي قاو تكدنا وجماعة دي يخير كيو إلى لينا كي صدحات باق قوي فأصبح نشيطا طيب النفس وحواق أبرية أصدقوا أحمد وناكسر أو في الفرعون وحويا طيب النفس يا نفتي سو أي طيب طعي وقلبك سو قبوي ياهي وقلبك سو قناع علي ياهي وبدنك سو في الفرعون ياهي أي واق أبرية ياهي ساسوك وابرست وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أي النبي عليه السلام هادو سيدا يلي وايو وحضورك جماعة يا خيرك إلى لوايو وعواق أبرية هيا أصغو خبيث النفس من نفح انتي صحنطايا كسلان أو وهسلوء أو بلاية دول سارنتهاي حركيه كحرنا وساك الله سوكاعاي مرقاسو اسكتنا عندنا هيا ميلو أسعود أوننقرنهاي وقف دمات سوي صلى الله عنه باكونا على جماعة دي بعد أفتساك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحى الله شيء قف سيحنية وإلى قرحة أي كسر بحث سكور دهي مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل بال الشيطان في أذني كاسي وقف وحويا الشيطان لبدأ نقول أقول كاديي أو أذنه شك من الراوي أما دكتيس الشيطان كاديي وحى مركز الربا ولا ليال إنه صلاة دان إلى علنه نلاشينا لقب الله ومانت إنا وحكة بدلنه طبعاً كبشارة ووين وصلاة الصبح جا إلى ذهي وإنا إلى لنا مساجد صلاة الصبح جا وعدله دت كذي دت كي كنت كن لها أنا ما إنا لمن من أين جورين أول شجان وديجان ك درس بيليهين صلاة هكلي عمران صلاة الصبح جا مساجد وعدله وإن نقل كنوع عسل بدله مسلمين تعز يا شرف وحي ليهن مركا صلاه الصبح صف كوره اسكو عيريرين هيان او عيريرigu ka taagan yahay oo la amirahayo marka sa cizigooda iyo sharaftoodu ay u soo laabanaysa qoom hada rabtiina ogaatid in diinta ay ka sii baabayaan oo diin xuma ay ku sii socdaan salaada subxiga laga eega hada ku soo aragtay odayaal 14 iyo wax noocaas oo masaa'id ku tukanahaya xilliyada kala la tukanahay oo dhalinyaradii la waayay قوم كان وحويان دين تودي دل يردي حمباري لهيد خدك ويكا بحي ومغي ماشا دل يردو اي صلاة الصبح دوميهن إلى علينا يانا داد كاس وحا أصعد النور إيا إفتين إيا خير إيا بركو إيا هركع أيا كموضة المهن أن صلاة الصبح حاضرينو أن نقول نفتين أن جينو صلى الله على نبينا محمد.